بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة. واليوم إن شاء الله راح ناخذ درس لاخ من دروس برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية باستخدام CSS. درس اليوم راح يكون تكملة للدرس السابق، واللي هو كان مختص تصميم موقع كامل باستخدام ال HTML وال CSS. مثل ما نشوف هسه احنا هنا، هذا الشغل مال الدرس السابق، انه سوينا هيدر للموقع وخلينا بيه اللوجو واهم الروابط داخل الموقع، وخلينا هنا فد ديف حتى نخلي بيه محتويات الموقع. اليوم انا ان شاء الله راح اسوي فد محتوى للموقع اللي هو يعتبر ستاندرد اكثر المواقع، اللي هو متكون من 3 أعمدة، عمود على اليمين، عمود على اليسار، وفد عمود بالنص واللي هو يكون حجمه اكبر من حجم عمودين على الصفاح. والعمودين على الصفاح راح نخلي بيها ادوات الموقع، مثلا الروابط الرئيسية، نخلي تقويم، نخلي ساعة، او اي شيء نقدر نخلي احنا داخل الموقع. هسه اول ما نبدي، هذا احنا الديب مالتنا اللي هو اسمه راب، هذا راح نخلي بيه محتويات الموقع كلها. مثل ما اتفقنا انه انا عندي 3 محتويات، اللي هي العمود الايمن اللي راح نطيه div id right، خلينا نسميه مثلا right، والعمود الايسر انطي id left، والعمود الوسط نطي id center. هسه نجي نشوف شلون طلعت تصميماتنا. طلعت تصميماتنا بهذا الشكل، انه 3 دبات واحد جوا الثاني، وماكو اي تنسيق لها او اي شكل. من نبدي نريد نصمم موقع، اول شيء نشوف انه هذا المستطيل الابيض اللي هو صاير بنص الموقع، هل انا اريده على طول الشاشة ام اريده ياخذ فد مساحة معينة داخل الموقع؟ يعني اكو مواقع لو تشوفوها، يعني اغلب المواقع مو كلهم يمدوها على طول الشاشة، لا، مثلا ياخذون فد مساحة معينة، ممكن تكون 900 960 بكسل او 1000 بكسل او 1200، يعني ما يأثر، ياخذ مساحة معينة من الشاشة، يعني ما ياخذ كل الشاشة. فانا هسه راح ناخذ احنا جزء من الشاشة واللي هو 1200 بكسل. فبالحالة الراب ماتي انا شنطي انطي عرض 1200 بكسل. شنو فائدة انه انا انطي فد عرض محدد للراب؟ حتى تقسيم العواميد اللي داخل الراب انا راح اعرف شلون اتعامل وياها، يعني اعرف انطي كل واحد اشقد نسبة مئوية، او اشقد انطي كحجم بالنسبة للحجم الكلي. هسه نجي نشوف شلون صار. لاحظتوا انه هسه هو متوسط واخذ الحجم مالت العرض اللي هو 1200 بكسل. هسه نجي نسوي تنسيق للعواميد اللي داخلية، اللي هي الرايت والليت والسنتر. طبعا كلهن انا راح انطيهن خاصية البادينج، فاحنا نعرف بس اساس من اكثر من خاصية، من نفس الخاصية تتكرر الاكثر من اي دي، اكثر من ديف يعني يحمل اي دي، نقدر نكتبهن بالصيغة هاي، انه اسم الاي دي وفاصلة واسم الاي دي الورا وهكذا. هذني ثلاث عناصر راح ياخذن بادنج كان يكون مثلا 5 بكسل. نجي نشوفها شلون حصير. هسه كبرت كل واحدة، مجرد نطينا بادنج بس حتى تاخذ فد مساحة داخل الموقع. احنا اتفقنا نطي كل شي بادنج حتى لا تلتصق محتويات الديف بالحدود مال ديف. هسه احنا نطينا لكل وحدة بادنج. احنا عندنا 3 ايديات اللي هي الرايت، وعندنا الليت، وعندنا سنتر. الرايت انطيها فلوت رايت حتى تروح على جهة اليمين،
والليفت انطيها فلوت ليفت تروح على جهة اليسار. السنتر ماكو سنتر فلوت سنتر، يعني ماكو فد شيء اسمه فلوت سنتر. فأنا شنو أوسطها عن طريق الطريقة مالتنا اللي هي المارجن صفر اوتو حتى تتوسط داخل الموقع. طبعا الثلاث عناصر راح نعطيهم تكست الاين سنتر حتى يتوسط النصوص داخلها. بقى شنو؟ بقى نعطي عرض لكل عنصر، كل عمود عندي مثلا عمود اليمنى انا اريد العرض مالته يكون مثلا 250 بكسل، العمود اليسرى كذلك همينه انطي 250 بكسل، العمود بالنص ايش قد ننطي يعني انت حسب اي ايش قد ما تنطيه هو اوكي، على شرط انه ما تتجاوز ال 1200. يعني مثلا يعني ايش قد راح من عندنا؟ راح عندنا 250، 250 500، يعني 500 راحت من عندي، يعني ايش قد بقالي؟ بقالي 700. فانا ايش قد ما انطي اقل من 700 اكون اني بالسليم. مثلا خلينا نعطي 650 بكسل. نجي نشوف شلون صار النتيجة. لاحظتوا انه شلون صار هسه التقسيم، كل واحد اخذ لفد مساحة معينة بالداخل الموقع، الليفت والسنتر والرايت. هسه راح ننطي فالتنسيقات الها، مثلا الرايت نعطي بوردر على جهة الليفت مالته حتى تبين حدوده بالنسبة للجهة الاخ، يعني هو بالرايت يعني باقصى اليمين، فجهة اليسرى ما لازم انا يعني اوضحها. انطي اي شيء. وبالنسبة للليفت نفس الشيء، انطي بوردر رايت، العفو بوردر رايت 1 بكسل دوت سي صفر اي رقم. والسنتر نقدر يعني احنا نقدر نستغني عن البوردر رايت ليفت ونخليها اثنيناتهن للسنتر، ونقدر نسوي العكس يعني ما ياثر، مجرد هالشغلات تنسيقية. هسه لو لاحظنا انه اكو هنا فد خط رفيع يفصل لي هاي المحتويات عن بعضها. هسه انا قسمت الموقع مالتي الى ثلاث اقسام، اقدر هسه انا اخلي محتوياتي بجهة اليمنى بجهة اليسرى والجهة بالنص. خلينا نتعلم نسوي لنا بلوك، شلون نصمم بلوك داخل ال HTML والسي اس اس. البلوك هو مثل ما نعرف يكون شكله هو عبارة عن فد div بهيد فد لون معين وبالمحتوى. فهاي شنو فائدتها؟ فائدتها انه مثلا انا اقدر اقسم الموقع مالتي عدة بلوكات على اليمين او على اليسار او بالنص. مثلا اعطي فد تايتل فد اسم لهذا البلوك، مثلا الطقس، بلوك الطقس وجوا محتويات الطقس. فهسه راح نشوف شلون راح نسوي هيجي شغله. ف حتى نشتغل هيجي شيء خلينا نفرض حنخلي احنا هسه بجهة اليمنى div ما انطي id، ليش؟ لانه البلوك هو فشيء حيتكرر داخل الموقع، يعني هو انا حسوي البلوك واحد اصممه وراح اكرره اكثر من مره، فبهيج حاله انا ححتاج الى شيء اسمه كلاس. خلينا نسميه كولوم او بلوك. انا سأصمم راح اسوي بلوك كلاس من نوع بلوك، قلنا يحتوي على شغلتين اللي هي الهيدر. شوفوا كلاس انطي، ليش؟ لان هذا حكرره دائما. فمثلا بلوك هيدر بي اتش، على اختصار هيك بي اتش، هذا حيكون الهيدر التايتل. وخلي نعطي مثلا اتش 3 حتى شوية تكون اكبر تايتل. والبلوك الثاني هم انطي كلاس يساوي بلوك كونتنت بي سي كونتنت. يعني هسه اني هذا البلوك، هذا هسه هو مالتي البلوك اللي هو يبدي من كلاس بلوك هذا اللي هنا.
هذا هسه راح انسقه بالCSS، راح يطلع لي فد شكل كلش حلو ومرتب وياخذ مساحه من الموقع. اول شيء كلاس البلوك، البلوك بشكل عام راح انطيه حدود، راح انطيه حدود اللي هي مثلا انطيه بالبوكس شادو مو بالبوردر، خلي شوي ننوع مثلا 7 بكسل او ليش 7 هواية، 4 بكسل لونها اسود. هاي حدود نطينا للبوكس مالتنا او للبلوك. مثلا البلوك هيدر راح يكون باك جراوند كلر اليه، خلينا نقول مثلا نفس لون الموقع حتى ما نغير شكله، ولون الكتابة اللي بداخله راح تكون عبارة عن لون ابيض. البلوك راح يكون عبارة عن كله يعني متوسط الخط مالته او اي محتويات حتكون متوسطة، والبلوك هيدر راح يكون يحتوي على باك جراوند. نجي نشوف النتيجة مال التطبيق مالتنا. هسه احنا ما موجود، فعلى جهة اليمنى احنا سويناه، نسوي ريفرش. لاحظتوا البلوك اللي تكون عندي انا هنا هو يحتوي على تايتل هنا فد هيد بلون معين، ومحتويات الموقع هنا راح تكون، حتى قلنا يكون شويه شكل ارتب نطي بادنج. دائما نطي بادنج لاي شغله نشتغلها مجرد حتى تترس المساحه هاي مالتها. مثلا بادنج هنا مثلا 6 بكسل، هاي شو راح يصير شكله؟ لا شوية صار اكبر من الحد هذا، نصغره نعطي مثلا 2 بكسل، هم كبير نعطي 1 بكسل. يعني هسه تقريبا بمجال مشي. فهذا هو البلوك مالتنا. هذا البلوك اللي خاص بينا اللي هو يحتوي على التايتل على الكونتينت. الكونتينت راح تقولي شو صغيرة، مو هي الكونتينت راح تحتوي الشغلات اللي راح نخليها، يعني احنا ما راح نخلي اي محتوى راح ياخذ المساحة مال الشغلة اللي انا خليت اللي هي. يعني مثلا نجرب هسه لو انطي مجرد انه الكونتينت مالتي اضيف لها بس لاينات جديدة، وبعد شلون حيصير شكلها؟ يعني اخذت مساحة مجرد انه انت تنطيها المحتويات هي راح تكبر مساحة. بس هنا راح تجي فد شغلة انه واحد يسألني راح يقول لي انه اني من سويت هسه يعني يمين ويسار وبالنص من سويت هاي البلوكات، بس من ضفت بلوك هنا هاي المساحة ما زادت، يعني بقت هيك صغيرونة. زين هذا يعني يعتبر خطأ انه من ناحية انه ما يصير اني ابقي هذا صغيرة وهذا هاي تبقى تاخذ تكبر، يعني اذا الموقع مالتي راح يظل ينزل ينزل ويكبر لجوا، وهاي تبقى صغيره هاي هتخربط شكل الموقع. هاي شنو سببها؟ سببها انه انا استعملت الفلوت، فالفلوت انه بقى هاي كانما طايفه بالهواء وما تتوسع، بس يعني الاعتماد على المحتويات اللي بداخلها. فشلون نحل هيك شغله؟ دائما ورا البلوكات اللي انا استخدمت بها فلوت، اللي انا استخدمت بالرايت وبالليفت، سنتر استخدمت بيه، استخدم بالاخير فالديف اسوي اني مثلا اسمي كلير. هذا الكلير شنو فايدته؟ خلينا نجي هنا نخليه كلير، انطي اعاز كلير بوث حتى يوخر شكو فلوت موجود ورا هذا، ورا هاي النقطة يوخر شكو فلوت. يعني فلوت كان ما اشتغل بالبداية ورا هالنقطة راح يختفي الفلوت. فنجي نشوف هنا بعث هنا المحتويات انه هي اكبر من حجم الخانة او العمود اللي صار بي، نسوي الريفريش اخذت نفس الحجم، وبهاي الحالة احنا حلينا مشكلة الفلوت اللي صارت عندنا. هسه مثل ما نلاحظ انه انا عندي بلوك هسه هنا، هذا البلوك هسه انا اقدر اكرره باي مكان راح ياخذ الشكل المطلوب من عنده. يعني مثلا هذا البلوك اللي هو هذا اسمه بلوك، راح اخذه كوبي، راح اخلي لي 2 على اليمنى
هخلي واحد على اليسرى، هخلي واحد بالنص. اوكي، حنشوف شكل الموقع شلون صار. هسه لاحظتوا انه الموقع مالتي بدا ياخذ فد شكل معين وبدا يترتب ترتيب واخذ القالب المطلوب من عنده. يعني خلينا نزيد لنا مثلا بلوك على اليسرى، طبعا بين بلوك وبلوك يفضل تنطي بريك لاين حتى تصير فد فاصله. يعني شوف هسه هنا هي صار راسا مباشره، بنطي بريك لاين بس مجرد حتى يفصل بيناتهن. شوف هسه شكل الموقع مالتنا. خلي هسه نعطي فد امثله على البلوكات اللي نقدر نخليها. مثلا بالنص، انا بالنص راح اخلي لي بلوك مثلا اسمه ويلكم تو ماي سايت، ونفرض نريد نخلي هنا فيديو ترحيب بالزوار. فاحنا اتفقنا على الفيديو انه اما نضيفه داخل الموقع مالتي، او اذا الفيديو مرفوع على اليوتيوب نقدر ناخذ الكود مالته. هسه انا مثلا ماخذ الكود الخاص قناتنا على اليوتيوب ونخلي هنا محتوياته. نقدر نخلي مثلا على جهة اليمنى، مثلا على جهة اليمنى نخلي الساعة الكلوك. انا طبعا دني الكودات انا مجهزها مسبقا، تقدرون تدورون بالانترنت. اكو هواي مواقع توفر لي ادوات مجانية للمواقع، كان تكون ساعات او حالة جوية او اسعار البورصة او تصويت او اي شيء تقدر تخليه داخل الموقع. مجرد كتبوا free tools for web sites راح تلقون هواية شغلات، ما تتصورون ايش قد اكو شغلات موجودة بالمواقع. مثلا على جهة اليسرى نضيف تقويم، مثلا هاي كالندر. مجرد انه انا دا استبدل كلمة content اللي بالبلوكات وكلمة title ودخل المحتويات اللي بداخلها. نجي نشوف شكل الموقع شلون صار هسه ورا ما ضفنا هاي الكودات. لاحظتوا انه الموقع شلون اخذ شكل، انه هنا أنا اكو عندي اني تقويم، بالنص عندي فيديو، وهنا أنا عندي الساعة، والساعة ما قاعد تطلع هسه حاليا لان الانترنت ضعيف. طبعا هاي واحدة من المشاكل اللي انا تخليني اتأخر بطرح الدروس انه الانترنت ضعيف. ونقدر نضيف هواي شغلات بعد داخل الموقع مالتنا. مثل ما نشوف هسه احنا حاليا الموقع مالتنا اخذ في الشكل مرتب وجاهز. يعني هسه تود تطبون اغلب المواقع تلقون تصميمها تقريبا هي الشي. لاحظتوا انه ما اخذ من عندنا وقت تصميم قالب الموقع. مجرد انه بالاستمرارية وبالاستخدام ان شاء الله راح تكونون تسوون مواقع احلى من هاي بعد. يعني هذا مجرد فد شكل للتجربة والتعليم. اتمنى يكون هاي الدرس سهل، وان شاء الله راح يكون اخر درس بسلسلة السي اس اس. ان شاء الله الدروس الجاية راح نبدي نطب برمجة بي اتش بي. برمجة بي اتش بي راح تكون تختلف اختلاف تام عن اللي اخذناه بالدروس الفاتت، لان راح نطب بعالم البرمجة. كنا بعالم التصميم، هسه حنطب بعالم البرمجة. ابتداء من الدرس الجاي ان شاء الله اريدكم تكونوا مفتحين وياي، لانه راح تبدي شوية تصعب الدروس. وان شاء الله وان شاء الله يعني ما راح تكون كل الصعبة، بس شوية حتكون تختلف عن هاي الدروس، انه ما بيها في الشي حيظهر لي على الشاشة دائما. يعني ورا فترة ورا جزء 10 دروس يلا راح نشوف انه في التطبيق عملي عليها. وان شاء الله تكون بسيطة. اذا عجبكم الفيديو لايك اليه وسبسكرايب للقناة. اي استفسار عندكم تقدرون تسألوه بالكومنتات، او تسوون لايك لصفحتنا على الفيسبوك وتسألونا بصفحة الفيسبوك. بالنسبة للكود الموجود بهذا الدرس راح انا ارفقه بالدسكريبشن تلقوا لي جوا. تحياتي لكم، مع السلامة.